مشاهدينا الكرام في كل مكان بنرحب بكم في حلقه جديده من برنامجكم عبر الكتابه حلقه اليوم هي بعنوان الانجيل السري التركي طلعتنا الاخبار العربيه بخبر آآ آآ نشر على كل صفحات الاخبار سواء الاخبار المكتوبه او المرئيه على انه قد تم اكتشاف نسخه من الانجيل يرجع تاريخها إلى ما قبل ظهور الإسلام تقريبا عمرها 1500 سنة والأهم من كل هذا من وجهة نظرهم أنها تتفق مع القرآن فيما يقول عن المسيحية والإيمان المسيح فهي تنكر الثالوث وتنكر ألوهية المسيح وتؤكد أن المسيح قد تنبأ عن مجيء نبي اسمه أحمد من سلالة إسماعيل أبو العرب قامت الدنيا ولم تهدأ بسبب هذه الأخبار فالمسلمين يعتبروها دليل على صدق القرآن وعلى أيضا ادعائهم بأن الإنجيل الحالي الذي هو بين يدينا هو إنجيل محرف فما هي حقيقة هذا الإنجيل؟ ومتى كتب؟ ومن الذي كتبه؟ وماذا نعرف عنه؟ هذه الأسئلة وغيرها الكثير هي موضوع حلقة اليوم من برنامج عبر الكتاب بذكر حضراتكم انه برنامجنا هو برنامج مباشر وعشان كده يساعدنا ان احنا نلتق... نستقبل كل اتصالاتكم وكل اسئلتكم وكل ايضا مداخلاتكم. الانجيل السري التركي ماذا نعرف عن هذا الانجيل؟ المعلومات المتاحه لنا اللي نعرفها من خلال الاخبار وليس من خلال مجلات علميه او ابحاث علميه، لكن من خلال الاخبار المنتشره وانتشار الخبر على الميديا وعلى صفحات الجرايد. المعلومات اللي متاحه لنا بتقول كذا حاجه، اول حاجه انه هذا الخبر اول ما نشرته نشرته صحيفه ديلي ميل البريطانيه سنه 2012 ده اول ما طلع الخبر يعني الاخبار العربيه خدت الخبر وبتقول انه من ديلي ميل البريطانيه والخبر بيقول لنا انه عثرت السلطات التركيه على المخطوطه سنه 2000 عندما دهمت مقر عصابه تخصصت في تهريب الاثار وظلت المخطوطه 12 سنه يعني تحت حيازه السلطات التركيه لا يعلم عنها احد من سنه 2000 الى سنه 2012 عندما نشر أول خبر عنها المخطوطة المكتشفة هي من إنجيل برنابا مكتوبة على جلد حيوان مكتوبة باللغة السريانية اللي هي المشتقة من اللغة الأرامية يقال وده يقال كويس وهنتكلم عن الاشياء دي يقال ان تاريخها يعود الى القرن الخامس الميلادي طبعا كل هذه الاخبار اللي بيقولها هم الاخوه المسلمين المخطوطه بتحتوي على اعلان صريح ينص على ان المسيح عيسى ابن مريم لم يصلب وانه يبشر بمجيء رسول الاسلام يقول المسيح جوابا لسؤال عمن عمن يخلفه محمد هو اسمه المبارك من سلالة إسماعيل أبي العرب يبقى ده النص اللي يعني موجود في المخطوطة المخطوطة بتنفي معظم العقائد المسيحية معظمها فهي بتنفي الثالوث وبتنفي لاهوت المسيح وبتنفي الصلب وعشان كده هي هي تطابق تطابق النظره القرانيه عن المسيح والمسيحيه وتختلف كثيرا عن نظره الاناجيل وكلام الاناجيل الاربعه المسجل لنا في كلمه الله. الفاتيكان نفسه قدم طلب انه يفحص هذه المخطوطه لكن هذا الطلب حتى الان لم يستجاب. اللي نعرفه هو معلومات معلومات عنها لكن حتى الان لم تخضع المخطوطه لاي نوع من الابحاث العلميه، ما اخضعوهاش لاي نوع من الابحاث العلميه ولم تخرج خارج تركيا ليجرى عليها في الاماكن والجامعات البحثيه الكبيره يجرى عليها ابحاث لمعرفه زمنها ومعرفه كاتبها ومعرفه محتواها وكل هذه الدراسات احنا لما بنجد مخطوطه هذه المخطوطه مش بنخبيها ونقول ان المخطوطه دي بتقول كذا كذا لما بنجد مخطوطه هذه المخطوطه بتروح الى اكبر الجامعات العلميه وبتخضع لكل وسائل البحث الحديث بيطبق عليها كربون 14 نعرف عمرها ايه وأوقات كثيرة لما بيكون في مخطوطات كثيرة مجموعة من المخطوطات أو مجموعة من الاجزاء بيجرى عليها ايضا ابحاث الدي ان اي بالذات لو مكتوبه على جلد جلد معز علشان يعرفوا ان الجزء ده من الجزء ده فبيجرى عليها ابحاث كثيره بيجرى ابحاث على اسلوب الكتابه على طريقه الكتابه على الخط نفسه بيجرى ابحاث لمعرفه لانه الخط بيخ بيختلف من عصر الى عصر بيجرى ايضا ابحاث على الحبر المستخدم لمعرفه نوع الحبر لمعرفه امتى كان الحبر ده مستخدم في اي عصر كانوا بيستخدموا هذه الانواع من الاحبار بيجرى عليها ايضا كل انواع الابحاث الابحاث المهمه جدا حتى ابحاث للمفردات وللكلمات المستخدمه وللغه وللشكل وللمضمون بتخضع المخطوطة لكل أنواع البحث وعلى فكرة اللي بيجري الأبحاث العلمية الخاصة حتى بالمخطوطات الكتابية مش كلهم مؤمنين يعني في كتير منهم سيكلر علماء يعني علمانيين لكنه هو متخصص في علم الاثار متخصص في كربون 14 انه يفحص به الـ 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 الاثار او يفحص به المخطوطات او يبحث بالعظام العظام اللي بيجدها الاشياء الناس متخصصه في الخط ناس متخصصه في اسلوب الكتابه في انواع الاحبار بتخضع المخطوطه لكل انواع البحث لكن هذه المخطوطه لم تخضع إلى أي نوع من الأبحاث كل ما نعرفه عنها هو ما نشر فقط في الميديا أو في الأخبار العامة وده طبعا يعني الإخوة المسلمين ما توصوش قاموا بالواجب بنشرها على كل وسائل الميديا الحديثة حتى الآن هذه المخطوطة لم تخرج إلى النور و طبعا الشيء اللي بيخليهم انهم يعني يهللوا لمثل هذه المخطوطات هو انها بتشهد عن انه فيها نص بيقول انه المسيح اتكلم عن نبي اسمه احمد ودي مشكلة المسلم هنتكلم يعني عن هذه المشكلة في هذه الحلقة لكن خلونا نشوف فيديو أول بيتكلم فيها عن زمن المخطوطه وايه اللي نعرفه عن هذه المخطوطه. في الواقع ان المخطوطه حتى الان لا نستطيع ان نجزم بوقتها بالضبط يعني تأريخها بالضبط لكن يعني الكلام بيتراوح ما بين ما بين مغالين يعني يقولوا ان بقى لها 500 سنه بس وده اللي بيرفضوا اللي يعني اللي بيرفضوا ان هي كتاب كانت كان من كتب الكنيسه المعتقد في صحتها. اول الناس بيقولوا ان هي ترجع تقريبا ل 1600 سنه تقريبا يعني تاريخها حوالي 1600 سنه المخطوطه يعني تقريبا راجع عمرها كما قيل في في الاخبار الى ما يقرب من حوالي القرن الرابع الميلادي لكن معلومات محدده او معلومات يقينيه عن المخطوطه لازال لم يتاح بعد يعني لسه حتى في طلب من الفاتيكان البند طلب من الفاتيكان برئاسته للفاتيكان يعني طلب رؤيه المخطوطه لمخطوطه اللي هي اه لسه يعني. هو حتى لسه لم يطلع عليه طيب من ال... من الكلام اللي احنا سمعناه ده نعرف انه المخطوطه بيتراوح عمرها ما بين البعض بيقول 500 سنه والبعض بيقول 1500 سنه طبعا ما فيش حاجه مؤكده نهائي كويس لانه ده مجرد كلام ده كله مجرد كلام ليس له أي أساس علمي يبنى عليه يعني أنا كان لي الشرف أن أنا أشترك في جزء من الدراسات الخاصة بالمخطوطات و... وأعرف المجال ده وأن بيشتغل إزاي أعرف إيه اللي بيجرى فيه أعرف إزاي الناس بتعمل أبحاث خاصة بمخطوطة أو بقطعة من الورق البردي مكتوب عليها آية بتكتشف أو كل هذه الأشياء فاللي موجود كله ده كله ده, كله ده كلام ميديا كلام أخبار لكنه ليس كلام علمي لا نعرف عنها شيء ولا لم تتم إخضاعها للبحث العلمي لمعرفة زمن كتابتها ومعرفة مين هو الكاتب لكنها كلها كلام والميديا كلها قلبت الدنيا على كلام وليس على أساس علمي طيب إيه بقى مشكلة المخطوطة دي مشكلة المخطوطة دي زي المشاكل الأخرى مع الأناجيل المنحولة ويكون لنا مرة نتكلم فيها عن الأناجيل المنحولة بصورة, بصورة شاملة لكنه مشكلة المخطوطة دي انه وضعت الاسلام في معضله انا بسميها بسميها معضله الاسلام يعني ايه معضله الاسلام او مازق اللي فيه الاسلام المازق اللي فيه الاسلام انه القران بيقول انه المسيح تنبا عن محمد كويس ده يبقى هو عنده عنده نص في القران بيقول انه المسيح تنبا عن مجيء محمد وخلوا بالكم القران اتكتب اكثر من 600 سنه بعد المسيح كويس؟ يعني بعد الإيمان المسيحي وبعد كتابة الأناجيل بأكثر من 500 سنة وبعد انتشار الإيمان المسيحي في كل ربوع العالم وبعد وجود ترجمات ونسخ بالآلاف للعهد القديم وللعهد الجديد. فهو جه وقال إنه في آية من الآيات في القرآن بتقول إنه المسيح تنبأ عن مجيء محمد. لكن لما نرجع للكتاب المقدس بنجد انه ما فيش نبوه في الكتاب المقدس معانا بتتكلم عن نبي ياتي بعد المسيح النبوه الوحيده اللي قالها الرب يسوع عن مجيء نبي بعد المسيح قال انه سياتي بعدي انبياء كذبه كثيرين يعني الـ الـ هو حددها ده ده الذكر الوحيد اللي اتكلم فيه الرب يسوع عن مجيء انبياء انه وصف هؤلاء الانبياء بانهم انبياء كذبه فده دلوقتي هو في معضله في مأزق يصدق الكتاب اللي اتكتب قبله بمئات السنين ولا يصدق الكتاب اللي بين ايده اللي بيقول لا ده كان موجود شاهد او الانجيل شهد عن مجيء محمد خلونا نشوف فيديو تاني بيلخص لنا هذه المعضلة السياق الإسلامي أنه البشرة بالنبي صلى الله عليه وسلم دي مؤكدة في القرآن الرسول الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل وقول عيسى في سورة الصف إنه م. إيه هو رسول الله يأتي من بعد اسمه أحمد فالقضية الإسلامية قطعية لكن هل هل دوت نفس المفهوم الموجود عند المسيحيين يعني هل المسيحيين سؤال اعتراضي مهم قوي هل المسيحيين بيؤمنوا بكتاب أنزل على المسيح عليه السلام الإجابة القطعية لأ هل المسيحيين يعتقدون بكتاب كتبه المسيح عليه السلام الإجابة القطعية لا وده طبعا طبقا للاعتقاد المسيحي الذي لا يختلف فيه اثنان ده المسيحي بكل أطيافها أطياف لا تؤمن بكتاب أنزل على المسيح عليه السلام لا تؤمن بكتاب كتب المسيح عليه السلام وإنما بتؤمن بإيه بقى بكتابات كتبت بعد عهد المسيح وبعد رفعه وبعد كما يقولون صلبه وموته ورفعه بعشرات أو مئات السنين م. في 27 كتاب في العهد الجديد هم دولت اللي بيطلق عليهم مجازا الانجيل لكن كلمه الانجيل في الكتاب المقدس في العهد الجديد بتطلق ويعنى بها البشاره بشاره المسيح بشاره الخلاص والفداء فاذا نحن نبحث في يعني مجال لن نجد فيه نبوه صريحه تقول محمد صلى الله عليه وسلم او كده طيب الكلام اللي اتقال ده هو بالضبط تلخيص الازمه اللي وقع فيها او اللي واقع فيها الاخوه المسلمين هو عنده شاهد في القران بيشهد على انه المسيح تنبأ عن مجيء رسول الاسلام لكن الكتاب المقدس بال27 سفر بيتكلم عن العهد الجديد لا يحتوي على نبوه عن رسول الاسلام زي ما قلت النبوه الوحيده هي عن انبياء كذبه وبيقول انه القضيه الاسلاميه يعني ان القران شاهد عن انه بالانجيل بيشهد عن مجيء محمد ده القضيه الاسلاميه قضيه قطعيه هي قطعيه بالنسبه لك بس مش بالنسبه لنا كويس هي مش هي 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 حتى حتى بالنسبه لنا احنا دي مش قضيه قطعيه دي بالنسبه لك انت لانك انت مؤمن بيها لكن حتى لو اخضعت ما تؤمن بيها على انه قطعي كويس للعقل وللمنطق هتكتشف ان انت القضيه دي ليست قضيه قطعيه ليه لانه اول حاجه العهد القديم كله لم يشهد عن شخص الا شخص الرب يسوع عندنا في العهد القديم اكثر من 300 نبوه عن شخص المسيح مش نبوه واحده يعني يعني 300 نبوه واكثر عن شخص المسيح تكلم عن من من اين ياتي؟ تكلم عن انه آه انه انه من نسل المراه، بتتكلم عن انه من سبط يهوذا، بتتكلم عن انه من بيت داود بيكلم عنه انه انه سيصلب، انه آه انه نبوات بتتقال عند الصليب، انه انا عطشان، انه آه ايلي ايلي لما شبقتني، انه اخذوا ثيابه والقوا عليها قرعه، انه عظمه من عظامه لم تكسر، عن مكان ميلاده، عن خدمته، عن معجزاته، عن قيامته، عن يعني يعني الكتاب المقدس كله في مجمله هو في العهد القديم هو هو كلام عن شخص يسوع المسيح لما جه العهد الجديد هو تحقيق لنبوات العهد القديم كلها فالكتاب المقدس كتب عن يسوع المسيح وكان اللي كتبه شهود عيان عن يسوع المسيح ولهذا هذا الكتاب لا يحتوي على نبوه واحده يشير بها المسيح الى نبي سياتي من بعده الكتاب بيقول لنا بكل صراحه الله بعدما كلم الاباء بالانبياء وبانواع وطرق كثيره كلمنا في هذه الايام الاخيره في ابن يعني كمال اعلان الله هو في شخص يسوع المسيح. فنحن لا نحتاج اعلان اخر بعد يسوع المسيح. وبعدين يجي واحد بعدها ب 600 سنه يقول لك اه اصل الكتاب اللي, اللي انتو آه بتقولوا ان هو مش بيتكلم عن المسيح ده انتو حرفته حرفتوه ولا يملك دليل على تحريفه ولا يملك مخطوطه اصليه تدل على التحريف ولا يعلم متى حرف ولا يعلم من الذي حرفه ولا يعلم النص الذي حرف هو لا يعلم اي شيء ودي دي المشكله اللي احنا بنعيش فيها احنا بن... المشكله انه في الاسلام نفسه في معضله في ازمه الحل الوحيد انه يخرج من هذه المعضلة هو ان يقول ان الكتاب المقدس كتاب محرف ده الحل الوحيد ملاش حل تاني يعني بما ان القرآن زي ما بيقول هو بيشهد عن المسيح ولما يجي للانجيل هنا يجد ان الانجيل ليس فيه دليل وليس فيه برهان وليس فيه كلام من المسيح عن نبي سيأتي من بعد يبقى الحل الوحيد الحل الوحيد اللي ممكن يخرجوا من المأزق ده هو ان يقول اه اصله انجيلكم ده انتم حرفتوه الكتاب ده اتحرف ولا يقدم دليلا واحدا على صدق كلامه مره ثانيه خلينا نشوف التلخيص لهذه المعضله قبل ما نتكلم عن الـ الـ الانجيل التركي السؤال هنا بقى السبع وعشرين كتاب دولت هل هم اللي تكلم عنهم القران في قوله آآ آآ في قول الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراه والانجيل م. الاجابه لا م. الانجيل المذكور في القران ليس هو العهد الجديد المكون من 27 كتاب شفتوا ازاي عشان يخرج من المعضله دي انه قال انه الانجيل ليس هو العهد الجديد هو ده ده المخرج الوحيد بالنسبة للمسلم ده المخرج الوحيد هو لا يخضع عقله للمنطق يعني يعني واحد لم يكن شاهد عيان جه بعد المسيح ب 600 سنة كويس ولم يكن حتى من نفس البيئة ولا تربى في نفس البيئة يمكن انا كمصري تربيت في مصر اعرف شويه تاريخ اجدادي وتاريخ الفراعنه والى اخر يعني يعني اتربيت في البيئه دي انما هو اتربى في العربيه لا يعرف شيء حتى عن فلسطين وبعدين يجي بهذه العقليه ويقول لا انا عندي كتاب اخر الكتاب اللي انتوا بتؤمنوا بيه ده بقالكوا 600 سنة كتاب محرف وانا اجي بقى بانه اقول ديتيلز مش موجودة عندكم عن الاشياء اللي انتوا شهدتوا عليها بعيونكم وشفتوها كشهود عيان واتكلمتوا عنها انا منطق ده يعني زي ما اجي النهاردة انا عايش في الغرب وبعدين اقول ايه لا 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 كل الكتابات اللي بتتكلم عن وجود شخص اسمه جورج واشنطن وانه جورج واشنطن دون حارب الانجليز وعمل امريكا بلد مستقله مع ال 13 مقاطعه اللي كانوا موجودين وحاربوا الانجليز واستقلت استقلت امريكا عن الاحتلال الانجليزي كل هذه الحقائق حقائق مش صح أنا بقى جاي بعد أكثر من 250 سنة أقول لكم الحقيقة الصح وأنا ما عنديش دليل أعتقد المكان الوحيد اللي ممكن يحطوني فيه أنتوا عارفينه فين لأنه مش ممكن يعني يعني أنت جاي لا أنت عارف التاريخ ولا أنت كنت معاصر للتاريخ ولا أنت أيضاً كنت شاهد للتاريخ وجاي تنكر حدث تاريخي تم وجايله بعد مئات السنين وتقول انه لم يتم. فده ده ده المنطق الاسلامي. المنطق الاسلامي لا يريد انه يعترف بانه في مأزق. فبدل ما يتعامل مع النص بتاعه ويحل المشكله بتاعته يلقي بالاتهام على الانجيل ويقول ان الانجيل انجيل محرم. طيب نرجع للمخطوطه التركيه ماذا نجد في هذه المخطوطه التركيه ده شكل لي الكتاب اللي وجد ومكتوب عليه باللغه الاشوريه لكنه الغلاف اللي بره ده طبعا من مكتوب على جلد المعز والغلاف الخارجي مكتوب عليه باللغة الأرامية وأي شخص بيعرف أرامي يقدر بسهولة أنه لو كبر الصفحة الأولى دي يقدر بسهولة يقرأ اللي موجود فالمعلومات المتاحة دي جعلت البعض يعني يضع ما متاح من معلومات ومن صور انه يضع هذه الصور آه موضع البحث واكتشفوا علماء اللغه اكثر من حقيقه مرتبطه بهذه المخطوطه، اول حاجه النص المكتوب مكتوب باحرف مذهبه ومكتوب على الجلد الصفحه الاولى تتضمن كتابه بالاراميه ورسم صليب عليها يبقى الصفحه الاولى مكتوبه بالارامي وعليها صليب والكتابه اللي موجوده بالارامي النص اللي موجود هذا هو النص الموجود ترجمته ترجمته بتقول باسم ربنا هذا الكتاب قد نسخ على يد رهبان نينوى العالي في سنه 1500 لربنا طيب لما يقول العبارة دي فيها أكثر من غلطة لغوية أول غلطة لغوية لعلماء اللغة قالوها أول حاجة أنه كتب باسم ربنا بالأرامي كتبها بشمة مران لكن الصح ليس بشمة مران الصح هو بشم دمران وهذا تأكيد على أن الكاتب لا يجيد اللغة الآشورية اللي هي يعني تعتبر مشتقة من الآرامية الغلطة الثانية كتب على يد وكتب على يد على أنها عال إدات عال إدات يعني على يد ودي قريبة من العربي يعني حتى على يد عال إدات فهي بدل ما تبقى مفروض بدل ما تبقى آآ 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 عال ايدات تبقى بايدتا بيد للغة الاشوريه الصحيحه فالكاتب يكتب بعباره قريبه للغه العربيه منها للغه ايه الاراميه هو, هو يعني يعني هو بيعمل ترانسليتريشنز للكلمه الارامي آه زي ما بيعمل تحط كلمه على جوجل يترجمها لك لكنه جوجل ليس خبير لغه عربيه مش هيطلع لك الكلمة لغوياً صحيحة زي ما انت عايزها الخطأ الثالث بقى في كل حياة وفي كل النسخ اللي وجدت للكتابات العهد الجديد لما كان حد ينسخ حاجة وحب يكتب انه نسخها يعني عبارة كان يقول انه هذه نسخة من الكتاب المقدس يعني لو نسخ روميا ما بيقولش ممكن يقول نسخه من الكتاب المقدس لو اخذ نخ... نس... الانجيل يقول الكتاب المقدس انما هنا بيقول هذه نسخه من الكتاب نسخه من الكتاب وهذا دليل على انه الكاتب لا يقدس الكتاب هو في نظره مجرد كتاب كويس وهذا دليل كبير ايضا على انه هو شخص آآ آآ غير آآ آآ مسيحي آآ ومنافي أو ينقض الإيمان المسيحي فهو لم يكن كتاب قدشية بحسب ما هو معروف كتاب مقدس لكنه قال كتابا إنه إحنا أمنا نسخنا نسخة من الكتاب أنهي كتاب بقى؟ الكتاب المقدس معروف في كل اللغات اللي ترجمت لي على انه الكتاب المقدس وليس كتابا هذه الاخطاء اللغويه تؤكد ان الناسخون لا يمكن ان يكونوا رهبانا اشوريون مش ممكن لان الراهب عنده تقديس لكلمه الله فلما يجي يكتب يكتب وهو بيكتب حتى لغويا بيكتب صح مش بيلخبط في اللغه كل الادله سواء الادله اللغويه والمضمون كلها تشير إلى إنجيل إلا أنه إنجيل منحول يعرف يعني والكل عارف كده يعرف بأنه إنجيل برنابا وده يمكن نسخة من إنجيل برنابا الذي يعود كتابته إلى القرن الخامس عشر الميلادي الموجود ده نسخة من إنجيل برنابا اللي بيعود آه زمن كتابته إلى آه إلى آه 1500 سنة يعني بقاله حوالي 500 سنة أو أو أكثر. طيب أتكلم عن بعض الأكاذيب الإسلامية بخصوص الكتاب المقدس وبخصوص الأناكيل خلونا ناخد فيديو ونشوف فيه كذبة من هذه الأكاذيب ونحاول نرد عليها. ال 27 كتاب دولت لو حضرتك تفتكر بقى حلقات زمان لو قلنا ال 27 كتاب دولت ودي معلومه هنبقى نفرد لها الكلام 27 كتاب دولت تم اعتمادهم في القرن ال 16 بعد 16 قرن 1600 سنه من ميلاد المسيح من ميلاد المسيح تم تجميعهم هو طبعا كان في بعض الطوائف بتؤمن ببعض الكتابات وبعض الطوائف بتؤمن ببعض الكتابات الاخرى وكذا حسمت القضيه في القرن ال 16 في مجمع اسمه مجمع ترينت، مجمع ترينت ده مجمع مهم قوي. طيب ده طبعا تزوير للتاريخ، يعني أي قارئ للتاريخ يعلم أنه الكلام اللي بيتقال ده بخصوص العهد الجديد، كلام خالي من أي مصداقية ومن أي فعلاً يعني حتى قراية سطحية لتاريخ الإيمان المسيحي وتاريخ كيف وصل إلينا الكتاب المقدس وأنا كلمت في الحلقتين السابقتين عن كيف وصل إلينا الكتاب المقدس لكن أجي الأول إلى مجمع ترينت وبعدين هتكلم عن أدلة كثيرة منها بتؤكد على أنه العهد الجديد أو قانونية العهد الجديد كانت في القرن الثاني والقرن الثالث كانت خلاص هذه القانونية معروفة وال27 سفر هم 27 صفر لم يتغير منهم شيء مجمع ترينت اللي بيشير إليه في القرن 16 هو مجمع عقد خصيصا لمواجهة الإصلاح البروتستانتي في الكنيسة اللي بدأ مع مارتن لوثر فبعدما نادى مارتن لوثر بانه زي ما بيقول الكتاب ان البار بالايمان يحيى وانه الكتاب المقدس هو السلطان الوحيد للايمان وهو المصدر الوحيد للايمان والاعمال وليس اقوال الاباء الكنيسه ولا اقوال البابوات ولا التقليد الكنسي اي حاجه تتعارض مع كلمه الله تعتبر هذه الاشياء ليس لها مكانه في الكنيسه ونادى مارتن لوثر بهذا الاصلاح. الكنيسه الكاثوليكيه عملت مؤتمر مجمع هذا المجمع كان اسمه مجمع تريند والمجمع ده لو الـ الاخ اللي اتكلم بالفيديو بس يعني جوجل العباره اللي هقولها له يكتب كده كاونتر ريفورميشن يعني ضد الاصلاح هو هو اتعمل لمواجهه الاصلاح كويس فكل الحاجات اللي نادى بيها الاصلاح هو اكد عكسها فايه الايمان بال... الخلاص بالايمان وحده قال لا الايمان بالاعمال وليس بالخلاص وحده سلطان الكتاب المقدس قال لا سلطان الكتاب المقدس والتقليد الكنسي كويس جه بقى عند ال 66 سفر الكتاب المقدس قال لا 66 سفر وغيظا فيكم كمان هناخد الاسفار الابوكريفه لكن اوريدي كان الكتاب ده مارتن لوثر مترجم الكتاب الى اللغه الالمانيه 66 سفر فقانونيه الكتاب وال27 سفر كان ده موضوع منتهي بقاله مئات السنين لكن مجمع ترينت كان مجمع مواجه لحركه الاصلاح لكن ما قيل عن انه قانونيه الكتاب وان العهد الجديد العهد الجديد ده يعني اخر حاجه اتكلموا فيها وقبلوه كان 1600 من ألم سنه 1600 ده كلام كذب كلام خالي من اي مصداقيه وهقول بعض الاشياء وانا مش يعني مش مش هرجع للحاجات اللي ذكرناها في الحلقات السابقه لكن هقول بعض الاشياء اللي تثبت آه يعني آه آه كذب ما يدعيه البعض عن الكتاب المقدس، اباء الكنيسه اباء الكنيسه بالاخص في القرنين الثاني والثالث. خلينا نحطها هنا. اباء الكنيسه في القرن الثاني وحتى الرابع كويس؟ اقتبسوا ما لا يقرب من 36289 ايه من العهد الجديد. جديد كم؟ 36289 آية من العهد الجديد لو ضاع كل العهد الجديد لو ضاع كله ال 27 سفر وحبينا نجمعه من أقوال الآباء في القرن الثاني والقرن الثالث هنجمع كل الكتاب المقدس العهد الجديد كله فيما عدا 11 آية كل العهد الجديد فيما عدا 11 آية يعني مش ممكن آباء الكنيسة يكونوا اقتبسوا آه هذا الكم الهائل من كتب وهم لا يعلمون أنها إن كانت موحى بها ولا مش موحى بها حطيت هنا بعض الاقتباس اقتبسوا 19,000 آية و368 آية من الأناجيل الأربعة. واقتبسوا 1,352 آية من سفر أعمال الرسل. يعني احنا لو جمعنا اقتباساتهم سواء جيروم أو أوريجانوس أو كليمنت كل آباء الكنيسة دول. اقتبسوا أيضا و و14,000 و35 آية مرة ذكروا الرسائل الرس... رسائل بولس الرسول 870 اقتباس من الرسائل العامة 664 اقتباس من سفر يبقى أنا عندي 36289 اقتباس من العهد الجديد ده امتى؟ ده في القرن الثاني والقرن الثالث وزي ما علماء دراسة كتابات الآباء. كويس؟ آباء الكنيسة. جمعوا كل هذه الكتابات وموجودة على فكرة في مجلدات، كل هذه الكتابات موجودة في مجلدات ومتاحة. طلعوا الآيات اللي فيها لما كانوا بيتكلموا عن موضوع الايمان مثلا ذكروا الايات دي وذكر الايات دي وذكر الايات دي لما عن مين هو يسوع ذكر الايه وجمعوا كل الاقتباسات دي حطوها يجمعوا كل العهد الجديد واللي هيبقى ناقص هو 11 ايه اغلبهم ايات السلام اللي موجوده في رميه 16. انه هل هل المسيحيه في القرون الاولى كانت بتؤمن بالثالوث؟ الاجابه القطعيه لا. متى تم الايمان بالثالوث؟ تم الايمان بالثالوث في مجمع اسمه مجمع الاب والابن والروح القدس. اه يعني مثلا ايه الاعتقاد الاعتقاد بمحمد صلى الله عليه وسلم وبان الله واحد كان من بدايه الدعوه انه قول الدعوه هو ايه؟ لا اله الا الله محمد رسول الله. لكن هل الايمان المسيحي المتضمن للاقانيم الثلاثه الاب والابن والروح القدس هل هو ايمان جاء به المسيح او جاء متضمنا حتى في ال 27 سفر المسمين بالعهد الجديد؟ الاجابه لا. متى تم الاعتقاد بالثالوث؟ تم الاعتقاد بالثالوث في مجمع مهم قوي اسمه مجمع القسطنطينيه 381 كانوا بيردوا فيه على بطريرك القسطنطينيه مقدونيوس الذي كان يقول بعدم الوهيه الروح القدس اللي هو بقى النص اللي احنا هنتناقش فيه دلوقتي. طيب دي الكذبه الثانيه. دي الكذبة الثانية اللي اللي موجودة في الفيديو الكذبة الأولانية إنه آه إنه الأسفار العهد الجديد دي آه قرروها آه سنة 1600 في مجمع ترينت دي كذبة اتكلمنا عنها وقلنا إنه بس دراستنا لأقوال الأباء يثبت كذب هذه آه هذا الادعاء كمان لو حبيت أضيف بعض الحاجات هضيف أيضا القائمة المورتورية ودي كانت سنه 1000 سوري 170 ميلاديه وشملت كتب العهد الجديد القائمه الرسوليه في القرن في سنه 300 ايضا شملت العهد الجديد والقائمه الأثنسية او بتاعه اثناسيوس اللي كتبها ايضا دي سنه 367 ميلادية يعني عندنا 27 سفر موجودين يجي بقى ليه النقطه الثانيه الكذبه الثانيه الكذبه الثانيه دي خطيره جدا ليه لانه هو بيقول ان الايمان بالثالوث غير موجود في العهد الجديد فالعهد الجديد كان بدا بالايمان بالله كويس وبعدين ضافوا لله المسيح في مجمع نقيه وبعدين في مجمع قسطنطينيه ضافوا الى الله والمسيح ضافوا الروح القدس طبعا ده كلام يعني انا ما اعرفش جابه منين بصراحه يعني يعني لو لو قرا لو بس كتاب اي كتاب بسيط عن الايمان المسيحي يعني مش هخليك تقرا كتب معقده يعني كتاب بسيط عن اساسيات الايمان المسيحي ماذا يؤمن الاخوه المسيحيين ماذا تؤمن كنيسه بخصوص الثالوث لعرف انه موضوع الثالوث ده موضوع من بداية الأناجيل وليه إشارات كثيرة وأدلة كثيرة أيضا من العهد القديم إحنا لما نتكلم عن مين هو الله طبيعة الله فالفكرة أنه مش كنيسة قاعدة أمنت بالله وبعدين لقيت نفسها في مأزق فراحت أضافت لله الابن وبعدين لقيت نفسها في مأزق آخر فراحت أضافت إلى الله والابن أضافت الثالوث طب ما لقيتش بعد كده مأزق أخرى ممكن بقى يعني بعد كده نضيف يعني ما هو مش بس الاب والابن والروح القدس ممكن يبقى يعني المجال مفتوح لاضافات اخرى لكن هذه كذبه والعهد الجديد العهد الجديد مليان بالادله الكثيره اللي تؤكد على الثالوث يعني اول حاجه بنجدها حتى انه في ميلاد الرب يسوع في ميلاد الرب يسوع بنجد الاب اللي بيرسل الملاك ليخبر العذراء بنجد الكلمه المتجسد بنجد الروح القدس الروح القدس يحل عليك وقوه العلي تظللك والمو والقدوس المو المولود منك يدعى قدوس القدوس المولود منك يدعى ابن الله هو ده 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 الايمان بالثالوث حتى في معمودية الرب يسوع صوت من السماء الاب والابن في الماء والروح القدس نازل عليه مثل حمامة. حتى في التجلي نجد الاب والابن والروح القدس. حتى في ارسال ارسالية يسوع العظمى للتلاميذ اذهبوا الى العالم اجمع وكرزوا بالانجيل الخليقة كلها وعمدوهم باسم الاب والابن والروح القدس. حتى في البركة الرسولية اللي بتتختم بيختم بيها كل رسائل العهد الجديد وأما الآن فنعمة ربنا ومخلصنا يسوع المسيح ومحبة الله الآب وشركة الروح القدس تكون معكم فالثالوث عقيدة جوهرية في الإيمان المسيح طيب أخذ مداخلة ونكمل مع بعض حوار ألو ألو ايوه الو دكتور عزمي زيتوني معاك اهلا اخي زيتوني ازيك؟ ازيك عايش الحمد لله بالله يا دكتور عزمي انا اعطيك اتركك من ما يقولون من تركيا ومن جيل لما انا ما ولكن انا ساتكلم من من العهد القديم ساعطيك نبوء معناتها نبوءتين في اولا النبوءه الاولى تقول انتم تقولون بان يسوع هو الله ولكن عندما نقرا في سفر التثنية ولا صح 18 يقول أقيموا لهم نبيا وأنتم تقولون بأن المسيح هو الله ليس نبي فهو فهو هذا كلام يسوع في في اعتقاد هذا يسوع يتكلم الآن يقول أقيموا لهم نبيا من مواصفات إخوتهم مسلك أي صاحب شريعة أولا صاحب شريعة وأجعل كلامي في فمه فيكلمهم بكل ما أوصيه به ويكون أن الإنسان الذي لا يسمع بكلامي الذي يتكلم به باسمي أنا أطالبه أولا وأنت تعرف أن المسلمين قل كلمة بسم الله الرحمن الرحيم وأما النبي الذي يطغى فيتكلم باسمي كلاما لم أوصيه أن يتكلم به أو الذي يتكلم باسم آلهة أخرى طيب ممكن 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 أرد ممكن, أرد ممكن ارد عليك في النبوه الاولى؟ ممكن ارد عليك في النبوه الاولى؟ تديني وقت ارد عليك؟ تفضل اوكي؟ اولا انت بتاخذ النبوه دي على انها تشير لمين؟ بيتكلم هنا الرسول محمد الرسول محمد، طيب انا هقول لك بعض الاشياء وانت تقول لي اذا كانت تمشي مع رسول محمد ولا لا؟ كويس؟ اتفضل بيقول اقيم لك يقيم لك الرب إلهك نبيا يقيم لهم نبياً, نبيا لا يقيم لك الرب إلهك نبيا من وسط من وسطك من إخوتك كويس؟ إخواتك إخوتك دي الإشارة أعم. المين. إشارة لمين إخواته دول؟ إلى إسماعيل لا 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 ملهوش إسماعيل مش في الصورة لا 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 آه. إخواتك إخواتك هنا إشارة لمين؟ بني اسماعيل لا مش البني اسماعيل بني اسماعيل بني مش في اسماعيل. بني اسماعيل بني اسماعيل مش في الصورة خالص هنا واقرا حتى اي تفسير بسيط لهذه الآية اخوتك هنا هم اليهود اللي 12 سبط من اسباط بني إسرائيل وانا السؤال الاولاني هل الرسول محمد تنطبق عليه هذه الكلمة نعم ازاي نعم تنطبق تنطبق ازاي أه لأنه صاحب شريعة، هل هل عيسى صاحب شريعة؟ سي لا أنا بتكلم دلوقتي على إخواتك، قول لي كلمة إخواتك. إخواتك أي؟ أنا قلت قلت يعني لما يعني لما من م... وسط إخواتك. من, إخواتك، من إخوتك، من وسط إخواتك. من وسط إخواتك، مين بقى إخواتك دول؟ مين؟ من بني إسماعيل. لا مش بني إسماعيل يا أخي زيتون لا لا, لا 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 لا، مش مش بني إسماعيل، مش بني إسماعيل خالص. <applause> بني بني اسماعيل بعد تكوين 14 خلاص رب باركهم ومشوا وانتهى اخواتك هنا في كل التفسير وفي المعنى بتاعها هي من وسط الشعب الامه اليهوديه من هذا النبي يا دكتور اوكي طب يبقى اتفقنا على الاول حاجه اتفقنا على اخواتك ولا ولا لا, لا 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 مش ما فا. هو مش هينفع مش هينفع اخ زيتون اكمل غير لما تتفق لانه كده يعني لا انت <applause> انت تقول شيء وانا اقول شيء لا لا مش انا اللي بقول شيء ولا انت تقول شيء احنا نقول النص بيقول ايه النص هنا بيقول ايه هو ليس تفسيرك وكي الشخصي وكي من ليس تفسيرك الشخصي من, 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 إخوتي من أخوتي وسط ين. من وسط اخوتي بالظبط من وسط من وسط اخوتي اخواتك وليس إخواتي اخواتهم ممتاز والموبايلك ممتاز مونتاج الدكتور عزمي ايوه ومثلي مثلي يعني ايه يعني ايه مثلي صح الشريعه هل العيسى صح الشريعه اوكي ولما يقول مثلي هنا برضو يهودي زيه صح أي آه أي يعني انا انا, أنا مثل موسى أنا أوكي. انه 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 والمسيح اتى ايضا بشريعه ما لم ياتي بشريعه هو قال, هو قال لم اتي ما تظنوا اني جئت لانقذ الناموس كويس انت بشريعه كويس المسيح جاء ليحقق الناموس ولكن لم ياتي بشريعه أوكي. هو انه وصايا ولكن الناموس خليني بس واحده 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 احنا بنتكلم أنا, انا معك يا دكتور انت معايا؟ اول حاجه لما اقول مثل من وسط اخوتك انت انت حاول بتحاول تهرب منها ومثلي برضو بتحاول بتحاول تهرب منها كويس؟ اوكي لو تيجي بقى الأعمال الرسل ها اعمال الرسل واصحاح اربعه كويس وده قبل طبعا مجيء رسول الاسلام كويس؟ الرسول بطرس الرسول بطرس بيقول في اصحاح اربعه في اعمال الرسل ايه؟ فان موسى قال للاباء أن نبيا مثلي سيقيم لكم الرب إلهكم من إخوتكم له تسمعون في كل ما يكلمكم به ويكون أن كل النفس لا تسمع لذلك النبي تباد من الشعب وجميع الأنبياء أيضا من صموئيل فيما بعد جميع الذين تكلموا سبقوا وأنبأوا بهذه الأيام أنتم أبناء الأنبياء والعهد الذي عاهده به الله أبائنا قائلا وبنسلك تتبارى جميع قبل الأرض إليكم أولا إذ أقام الله فتاه يسوع أرسله برد كل واحد منكم عن شروره يا أخ زيتوني لما نتكلم عن الرب يسوع لما نتكلم عن النبي فكرة النبي نفسها كوظيفة كعمل يعني, يعني كأوفيس كده كشيء النبي هو من ياتي بكلام الله الى الناس. كويس؟ والرب <applause> ي... والرب ثواني والرب والرب يسوع والرب يسوع قال انا لا اتكلم من نفسي او من ذاتي كل ما اسمع اتكلم به. الرب يسوع قال ان هو الوحيد اللي قال ان كل ما اكلمكم به هو حق وهو صدق الرب يسوع مش بس إنه جاب لنا كلام الله، الرب يسوع كان كلمة الله المتجسّد، هو كمال النبوة، مفيش بعدين نبوة أخرى. فالنص ده، <applause> النص ده، النص ده حتى لو رجعت إلى كل تفسير اليهود، كل تفسير اليهود اللي هم حتى معادين للإيمان المسيحي، هتجد إنه كلمة إخواتك دي تشير للأمة اليهودية، تلاقي مثلي مثلي بمعنى انه زي ما انا مالك ها من من نسل المالكي زي ما انا نبي كويس وزي ما انا ايضا كنت شفيع للناس ووسيط بين الله والناس موسى في الثلاث وظائف دول ايضا المسيح في هذه الـ في هذه الوظائف فالنص هنا مش بيتكلم عن محمد ملهوش علاقه بمحمد. الو؟ الو انا سامعك. اه. وأجعل كلامي في ايه <applause> كل ما قاله كل ما كل كل ما قاله يسوع المسيح هو كلام الله الكلام الذي اكلمكم به هو روح وحياه كل ما قال كل ما قال وهو وهو قال نعم الو ايوه سامعك في <applause> اشعياء 29 اوكي بالله تفلت كم زياده في الشيخ 29 والعدد 12 يقول او يدفع الكتاب او يدفع الكتاب لمن لا يعرف الكتاب ويقال له اقرا هذا انا عمي بن محمد قال واقرا قالوا نعم هذا صدق على يسوع هذه النبوه؟ هذا يقول لا اعرف هذا يسوع لا لمن على من هذه النبوه يا دكتور عزمي يعني بص يا اخ ده على فكره النص ده نص اسمه نص ويلات كويس؟ فالنص هنا ان ربنا هيصنع عجوبة انت بتاخد كلمه كلمه اقرا وتروح تدور تقول اه فين كلمة اقرا في الكتاب في الكتاب المقدس فبما ان النص يا اخ زيتوني ما ينفعش اللي حضرتك بتعمله انا 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 عارف ان المعضله اللي انت فيها كمسلم انت انت حتى بتحاول انك تلوي النص انه يقول اللي هو عاي... اللي انت عايز يقوله لكن من غير ما تدرس النص انت بتلوي النص انت يعني زي, زي ما هنيجي للنص اللي, اللي موجود خاص بالروح القدس اللي برضو البركليتوس كويس وازاي انه المسلمين بيطبقوا او عايزين يطبقوا فكره البركليتوس على انها هي اشاره الى رسول الاسلام ده 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 اسمه لوي للنص انا عارف المعضله اللي انتوا فيها انت مش عايز تقول ان القران اخطا فبالتالي يا إما تدور على العهد القديم والعهد الجديد على أشياء اتقالت عن المسيح وتحاول تطبقها على رسول الإسلام أو إن أنت تقول أن الأناجيل محرفة وإنه آه القرآن هو صح طيب أكمل آم. الكذبه الثالثه بقى يعني زي ما قلنا انه الكذبه الثانيه كانت مرتبطه بانه الثالوث ده يعني اختراع الكنيسه الكنيسه بدات بايمانها بالله وبعدين اكتشفت انه لا 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 ده احنا لازم نضيف لله المسيح وبعدين اضافت المسيح الى الله فبقى عندنا الاب والابن في مجمع نقية وبعدين قال لا 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 احنا كمان ايه في مشكلة اخرى ايه المشكلة اخرى طب الروح القدس فاحنا نضيف الروح القدس في مجمع قسطنطينية فيبقى عندنا دلوقتي ثالوث فالثالوث هو الاب والابن والروح القدس دي كذبة ده امر غير حقيقي لان كل العهد الجديد مبني على الايمان بطبيعة الله الواحد مثلث الاقانيم وفي حلقة كاملة يعني في عبر الكتاب أنا مش فاكر رقمها كام لكن شرحنا فيها الثالوث وشرحنا فيها كل الأدلة المرتبطة بالثالوث سواء من العهد القديم أو من العهد الجديد الكذبة الثالثة أن العهد الجديد لم يصرح بألوهية المسيح خلونا نسمع الفيديو ده في عهد الجديد هل بي بيصرح بألوهية المسيح الإجابة لا وده هنأجلها شوية هنتناقش فيها فيما بعد ولكن الكتاب المقدس لا يصرح بألوهية المسيح لأنه لو كان يصرح بألوهية المسيح كان على الأقل التلاميذ أمنوا بلاهوة المسيح ولما وجدنا بطرس <applause> الذي هو أهم تلميذ من التلاميذ وأكبرهم سنا وأقربهم من المسيح يقول عن المسيح أنه رجل يعني اتاه الله عيسى ابن مريم النص بتاع يسوع النصير رجل, رجل قد تبرهن لكم من قبل الله بقوات وعجائب صنعها الله بيده في اعمال الرسل رجل قد تبرهن لكم من قبل الله بقوات وعجائب صنعها الله بيده فاذا ما فيش لاهوت للمسيح وده في تفاصيل طيب ما فيش لاهوت للمسيح طبعا احنا اتكلمنا في عبر الكتاب خدت كذا حلقة عن موضوع لاهوت المسيح كلمت عن براهين كثيرة من الاناجيل الاربعة بس انا ما خرجتش برا الاناجيل الاربعة علشان يعني اؤكد للمسلم انه ما يقوله عن لاهوت المسيح وما يؤمن به هو عن لاهوت المسيح انما هو خطأ فلاهوت المسيح المسيح له ألقاب هذه الألقاب هي ألقاب ألوهية في الكتاب المقدس أنا أذكر بعض الأشياء بسرعة أنا عارف الوقت مش هيسعفني لكن ألقاب المسيح المسيح إب إيه؟ ده المسيح معروف حتى في العهد القديم معروف أنه أعظم من كونه أن يكون إنسان المسيح ايضا هو ابن الانسان اللي بيرجع الى دانيال سبعة ويتكلم عن انه انه ملكوته ما لا ينقرض وانه سلطانه ما لا يذول يعني بيتكلم على شخص سماوي والرب يسوع هو الوحيد اللي كان بيقول عن نفسه ابن الانسان أكثر من 79 مره الرب لقب نفسه ودعا نفسه بابن الانسان ابن الله وقلنا انه ازاي حتى ابن الله هو هو المساوي لله هو والاب واحد هو نفس الجوهر اتكلمنا عن عن الاشياء دي كتيره في حلقات سابقه في البدء كان الكلمه والكلمه كان عند الله وكان الكلمه الله والكلمه صار جسدا وحل بيننا وراينا مجده مجدا فهنا بنتكلم عن لاهوت المسيح الكتاب المقدس من اوله الى اخره بيتكلم عن لاهوت المسيح المسيح الاله الكامل الذي اخلى نفسه اخذا سوره عبد صائرا في شبه الناس واذ وجد في الهيئه كانسان وضع نفسه واطاع حتى الموت موت ايه؟ موت الصليب. براهين لاهوت المسيح كثيره يعني اتكلمنا عن براهين لاهوت المسيح لما الرب يسوع قال هذه العباره ابوكم ابراهيم تهلل بان يرى يومي فراى وفرح خلوا بالكوا ابوك ابراهيم تهلل بان يرى يومي ده الرب يسوع اتى بعد ابراهيم بحوالي 2100 سنه وبيقول ابوكم ابراهيم تهلل بان يرى يومي فراى فقال اليهود له ليس لك خمسون سنه بعد افرايت ابراهيم تجننا ده انت ما كملتش خمسين سنه والفرق بينك وبين ابراهيم حوالي الفين سنه فالرب يسوع رد عليهم بإجابة جننتهم أكثر قال لهم إيه؟ الحق الحق أقول لكم قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن أنا كائن وأنا كائن هنا تشير إلى لاهوتو أنا كائن إيجو إيمي أنا كائن أنا موجود الذي كان والذي يأتي أنا كائن الله لا يتغير مسيح شهد عن لاهوته مرات ومرات وإنجيل يوحنا مليان بهذه الشواهد براهين لاهوت المسيح صفات المسيح لوحدها هي صفات الله كلمنا عن أزلي كلي الوجود كلي العلم لا يتغير كلي القدرة كل هذه صفات هي صفات الله اتصف بها رب يسوع له كل المجد لما يقول انه انه نعطى ابنا وتكون الرياسه على كتفيه ويدعى اسمه عجيبا مشيرا أن قديرا ابا ابديا هو ازلي في البدء كان الكلمه والكلمه كان عند الله وكان الكلمه الله ازليه المسيح كلي الوجود كلي العلم كان يعلم كل شيء لا يتغير كلي القدره كمان أعمال المسيح تشهد على أنه هو الله الخلق العناية غفران الخطايا دي أعمال المسيح اللي بتشهد على أنه الله ويجي برضو الأخ المسلم يقول لي بإذني وأنا ما زلت بسأل السؤال مرة ثانية لماذا أخص الله المسيح بأخص خصوصياته إن لم يكن المسيح هو الكلمة الذي ظهر في الجسد الى ان نلتقي في حلقه جديده سلام المسيح يكون معكم